في الاستوديو كسوا زياد ولا عادل وهيك كلهم كل عام وانتم حيين بخير. صحيح بالنسبه لي نحن يظهر لي سنة النادي الافريقي الماتشات الكل معناها المباريات الكل كانت متشابهه بالنسبه لي نحن، بدينا من اول عام في تحدي نعرف اللي بدينا برشا مشاكل، المشاكل قاعده تبع فينا لتو الحق يقال، لكن تعرف ديما النتيجه هي اللي قاعده بتظهر، هذه الحاجه اللي قاعده اللي تغطي في كل في اللي صاير الكل، هذاك علاش احنا مع الملاعبين قاعدين نحاولوا باش كل مقابله نحاولوا نطولوا الفتره الباهيه هذه معناها قد ما معناها على الماكسيموم كما نقولوا، باش يبقى ديما جونا باهي باش يبقى الجمهور، خاطر تعرف احنا النتائج ماشيه الجمهور قاعد يتبع. ماتش مباراه اليوم صحيح جات في معناها في ظروف بالنسبه خاصه النجم الاهلي صحيح تعرف جمعيه كبيره خارجه من ثلاثه خسائر، نعرف باش تكون رده فعل كبيره اليوم، رينا حتى التشكيله يظهر لي اول مره في الموسم النجم الساحلي باش يغير في التكتيك نتاعو ما عادش يلعب ثلاثه في المحور، محضرين كل شيء، نعرفوا اللي كما قلت لك النجم الساحلي باش يقوم برد فعل، نعرفوا اللي عنده برشا مشاكل في عده معناها كما نقولوا خاصه دفاعين بصراحه النجم بتاتر السنه هذيك مشكلته خاصه في الارتداد الدفاعي عنده برشا مشاكل، احنا كيف زاد قاعدين نربحوا مي لو ثم مباريات برشا عانينا فيها، قاعدين كل جمعه نحاولوا نصلحوا باللي موجود، مباراه اليوم كما قلت لك بالنسبه لنا اليوم معناها كل فريق يحاول يخرج بالفوز، احنا كما قلت لك خاصة الجو العام الفريق كل ثلاثة نقاط ديما مهمة برشا، نعرفوا زاد كيف اليوم المنافس نتاعنا زاد حاجته هو ثلاثة نقاط، هذاك بتاتر اللي باش يخلي اليوم ثم حافز كبير للجمعيتين، احنا أكبر حافز ممكن حكينا مع الملاعبية آخر كلمة قلناها لهم، اليوم أربعة جام في نعرف شنو يمثل أربعة جام في اللي حبينا النادي الأفريقي، إن شاء الله بقدرة الله نحاولوا ثلاثة نقاط اليوم باش يكونوا هدا روح خونا ولسعد الورتاني إن شاء الله. شكرا سعد السيبي مساعد مدرب النادي الأفريقي، ذكرى